the goodie bags. For those of you guys who don't know, Seamless is an online food delivery company. It's always mine and Ryan's go-to, and we have friends and family in town. For me, from the first. صباح الخير. أكثر شيء أحب أسويه الصباح بعد ما أسوي رياضتي وأفطر وأشيك على الإيميلات المهمة اللي لازم أرد عليها اليوم وأشوف إيش عندي في جدول اليوم، حبة قهوة وأشوف لي فيديو على يوتيوب. أحيانا يمتدون لثلاثة فيديوز أو أربعة ما أدري. المهم إنه مرة أحب أتابع كثير اليوتيوب. اليوم بروح أكبر فرع الـ H&M بالسعودية، فتح عندنا بالخبر، وبعد بروح الوست ألم، هو جنب H&M فتح. وست ألم من المحلات المفضلة عندي لأن ستايل وست ألم مرة يعبر عن شخصيتي وعن ستايلي يعني بالأثاث. الحين أنتظر ماما وأختي يخلصون عشان نروح. شوفوا قد ايش مرة كيوت الكيسة، اتوقع بس عشان الافتتاح. مرة حبيتها، هلا وخبر. خليني اوريكم شو اخذت. اخذت هذه الصينية، من اول ادور على هذا اللون، شفته ب H&M بس كان مرة صغير. واخذت هذا الكوب وهذا الصحن، حبيتهم. وبس هذه كانت مشترياتي البسيطة جدا من وست ألم. هذه معالم الخبر، تونا نشوف انه فيه بالعربي. حلوة صح؟ قبل لا أطلع قلت أوريكم إيش طلبت من آي هيرب. الشهر هذا طلبت يمكن 3 مرات. هذا الكرتون عبارة عن شحنتين، بس الأغراض كانوا بكرتون ثاني فحطيتهم كلهم بكرتون واحد. بس عشان قبل لا تسألون إنه شلون طلبتي منتجات أكل كثير، هذا الكرتون عبارة عن شحنتين، شحنة ثالثة ما بعد توصل. أوكي خليني أوريكم، مرة ثقيل. أوكي، أخذت زبدة فول سوداني، pumpkin seeds، حبوب قرع غير مملحة، أحبها مع الشوفان، وبسوي شوكلت فبحطها فيه، رح أوريكم كيف رح أسوي الشوكلت. أخذت هذا الديودرنت، قرأت عنه ريفيوز إيجابية في الموقع فحبيت أني أجربه. قلت لكم أنا الحين في مرحلة البحث عن ديودرنت ما يحسس للمنطقة. بس على فكرة الديودرنت اللي شريتها آخر مرة وريتكم إياه في آخر فلوج مرة كويس، يعني إلى الآن نتائج رهيبة، بس راح أجرب هذا بعدين. طبعا كل طلب لازم يكون فيها هذا الاسفنجة من ريال تكنيكس، مرة أحبها، كتبت عنها ريفيو بإنستغرام. أتوقع أني طلبت أكثر من حبة. أي هذه واحدة ثانية، ما أدري أنا طلبت 2 ولا 3 ما أذكر.
أخذت زبدة لوز مرة أحبها مع السموذي. هذه الشركة باي هيرب تعتبر من أفضل الشركات اللي تطحن مكسراتهم أورجانيك طبيعية، لأنها تطحنهم كلهم على الراحة اللي هو هذا. وأخذت ميني تشيبس سيمي سويت شوكليت، أخذت أتوقع ثلاثة، طلبت ثلاثة. وأخذت هذا البروتين بار بالبينت نتر، طبعا فتحته كنت مشتهية شوكليت فأخذت منه، عجبني مرة 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 عجبني، حتى صورتها بسناب وقلت لكم ليه ما قلتوا لي إنه في بروتين بار زي كذا لذيذ، اللي يحبون البروتين بارز لازم يجربونه. هذا ميكس ما بين المكسرات والحبوب والفواكه المجففة، very low sodium، إن الملح فيه قليل جدا. وأخذت رقائق جوز الهند، أحبها للشوفان والجرانولا، ولما أسوي بروتين بارز أو بروتين بولز هاي تكون من المكونات الأساسية. رسولي مع الطلب بروتين باودر، تأكد أني أنا ما طلبتها، مين جربه قبل؟ يعني أنا مو مرة مع البروتين باودرز، بس طلبت لي واحد لأنه بدخل في نظام غذائي جديد بالنسبة لي، فطلبت بروتين باودر غير عن هذا. طبعا كل طلب لازم يكون فيه هذا الجرانولا، ثلاثة من كل نوع. هذه الجرانولا بالتفاح والجوز والقرفة، وهذه بالفراولة ودارك شوكليت، هذه مرة لذيذة. في بعد نوعين مرة أحبهم، بس هالمرة بس طلبت هالنوعين. أخذت هذا شاور جيل من دكتور وود، ما تتخيلون قد إيش مرة كبير، هاي ثالث مرة أجيب منه. شوفوا قد إيش الملي، 946، يكفيني فترة مرة طويلة. وأخذت هذا الغسول للمنطقة الحساسة من سيباميد، اللي تابعوني من زمان من بداية مدونتي كنت أستخدم هذا البيبي كريم من ألف، أطلع لكم إياه، استخدمت الفترة مرة طويلة يعني يمكن سنة كاملة أو سنة ونص وأنا بس أستخدم هذا البيبي كريم، رائع جدا جدا جدا، وسعرها أيضا جدا اقتصادي، بس غير العلبة كانت أكبر. درجتي بهذا البيبي كريم اسمها باف، بس أحب أنوه على شيء أن تغذيتها مو مرة عالية، يعني خفيفة إلى متوسطة، وفي حماية من الشمس بنسبة 20%. كونسيلر من Physicians Formula، وأخذ درجة ميديوم. وبس هذه طلباتي كلها، الحين راح أصورهم للإنستغرام وسناب شات، لأن أنتم مرة تحبون مشترياتي من آي هيرب وأنا أحب أشاركها معاكم دائما. تو خلصت تصوير الأوتفيتس هذول كلهم، بيزورون إن شاء الله خلال الأسبوع. هذا المكان اللي أصور فيه كل الأوتفيتس، لأن إضاءة الشمس جدا ممتازة هنا، وأحب عنصر الشجر في الصور. كل الأوتفيتس اللي أصورهم بالإنستغرام أنا ألبسهم يعني طبيعي، ما يمديني أصورهم لما أكون مثلا طالعة أو كذا صورة مرتبة، صورة تطلع كل الديتيلز، فأصورهم يا قبل أو بعد ما ألبسهم. وكيف طريقة لبسي لهم، يعني إيش لبست معه، شوز، شنطة، اكسسوار، معني مو كثير اغير بالاكسسوارات. فبس خلصنا اليوم، ساعدتني بالتصوير اسراء اختي، فطلعنا بصور حلوه. كل شيء راح ينزل على انستغرامي ذات ريد لاب. اوكي، كان في جدول اليوم تصوير، خلصنا وبنزل واحد من الاوتفيتس اللي صورتهم اليوم، راح ينزل على 6 أو 8 بالليل على انستغرام. اديتنج، بس ما راح اقدر ابدا اديتنج اليوم، لكن نزلت كل الفيديوز اللي ابغاها ورتبتهم، بس ابدا اسوي اديتنج للفيديو الجديد، مش فلوج، فيديو جديد. واخر شيء اخلص مشاويري، بروح جرير، بروح البريد، بروح زارة ارجع صندل شريته امس، وبروح ايكيا. ايه هذه مشاويري، وبالعاده سايره ما اصور وانا برا، لان سايره اخلص مشاويري بسرعه. وبس شوفوا ايش وصل طلباتي من موقع بوهو. سو هذه المره اول مره اطلب فيها بيكينيز من بوهو، بالعاده يعني اطلب منهم ملابس يعني جمب سوت، فساتين، تي شيرتس، بس نسيت ان عندهم قسم ملابس سباحه، فتصفحتها قبل كم من يوم، مره حبيت الكولكشن اللي عندهم. سو خلينا نفتح الباكج سوا، مره متحمسه.
سو جربت البكينيز، هذا طلع حلو بس انه في خيوط هي تلف كذا حول الخصر، فحسيت انه اوف شغله مره، ان كل مره بلبسها بلفه يعني ما بيكون لي خلق. هذا طلع كويس، احب اخذ هذا النوع من التوبس عشان لما اسوي تان ما احب يكون في حدود البرا وهذا الشيء، عرفتوا؟ وهذا آخر واحد طلع حلو. وبس تسألوني عن موقع بوهو، بوهو يدعم اللغة العربية وعندهم الدفع عند الاستلام أتوقع، بس أنا دفعت فيزا والتوصيل دايركت إلى السعودية. هذا هو الموقع، إذا كتبتوه بجوجل رح ينقلكم إلى بوهو ميدل إيست. سو بما ان جاء وقت نومي الحين بحط كريماتي، فقلت خليني اشارككم ايش المنتجات اللي حاليا استخدمها، وخليني اقول لكم ايش فيها كومودينتي اللي جم سريري. عموما انا اجلس دائما بهذه الاضاءه، يعني اضاءه الاباجوره ما احب ابدا الاضاءه العاليه، لكن اتوقع عشان التصوير راح افتح الانوار، فراح افتح انوار الغرفه عشان يطلع لكم كل شيء واضح. اوكي سو هذه كومودينتي جم سريري. الكومودين اخذتها من ايكيا بس غيرت المقابض هذه اخذتهم من زارا هوم. على كومودينتي هنا في هذه الاباجوره اخذتها من محل اسمه هوم سويت هوم، مره عجبتني، احب كذا الستايل اللي يكون شفاف وشكل هندسي ولونها طبعا مناسب مع لون غرفتي. بعدين عندي هذه الصينيه هنا مويتي طبعا لازم، هذه الصينية مع صينيتين ثانيين اخذتهم من ايكيا. الالوان الاساسية بغرفتي ابيض ورمادي وفي شوي اسود، فكنت ادور على صينية رمادية، دورت بكل مكان واخر مكان رحت له ايكيا عشان ما كنت ابغى صراحة من ايكيا، بس لقيتها في قسم الشموع هذه الكبيرة، وهذول اللي جو معاهم هذول الثنتين، رمادي فاتح رمادي افتح، وكلهم احجام مختلفة. كنت شوي مهملة بروتين العناية بالليل، ان كريماتي ما كانت قدامي، كانت بالدرج، فأي شيء يكون بالدرج يكون منسي بالنسبة لي. لكن بعد ما حطيت هذه الصينية وحطيت عليها كريماتي، مع أني ما أحب ترى منظر الكريمات والأشياء والميك اب يكون بارز بالغرفة، لكن لقيت هذه الطريقة الوحيدة اللي أقدر أستخدم فيها كريماتي. سو خليني أقول لكم باختصار إيش أستخدم حاليا. سو بعد ما أغسل وجهي بغسول البشرة، أشيل البواقي المسكرة بالبايوديرما وأستخدم التونر وأضخ موية ورد، بعدين يبدأ الروتين الليلي. هذه المنتجات اللي تكلمت عنها الحين موجودة على التسريحة. سو بعدها اختار يا اما احط ماسك مرطب، عندي هنا ثلاث ماسكات مرطب احب انوع بينهم، او بلسم للوجه. حاليا مو قاعدة استخدم اي كريم، بس هذا البلسم خرافي بكلمكم عنه الحين. بس خليني اقول لكم اول عن الماسكات اللي استخدمها. كل هذول ماسكات ليلية، هذا يختلف عن هذول الاثنين، هذول الاثنين شوية تشابهون. هذا ماسك ليلي مقشر، يعني مو مرطب زي هذول. هذا من ديرمائي اخذته من اي هيرب، انه مقشر ففي المكون الاساسي اللي هو الالفا هيدروكسي اسيد، بس نتيجته ما تطلع يعني فورية، يعني مو اليوم الثاني تطلع نتيجته، لا احتجت كذا استخدام له عشان تطلع نتيجته. اما بالنسبة لهذول الماسكين، هذا من اوريجينز، اخذت الحجم الميني، هو اصلا ترافل سايز اتوقع، وهذا الماسك الثاني من كوزر اكس من اي هيرب. يتشابهون شوي من ناحية انهم كلهم يعطون ترطيب خلال النوم، فلما اصحى كذا يعني الاقي وجهي فريش ونظر مو تعبان مو باهت، مرة يتشابهون زي ما قلت لكم. كلهم حلوين ما استغني عنهم، احب انوع بينهم. بالاسبوع احط مرتين ماسك، فتلاقوني مرة احط هذا مرة هذا مرة هذا كذا، عرفتوا؟ اليوم اللي ما راح احط فيه ماسك استخدم هذا البلسم، هذا بلسم الوجه من حياة اورجانيك، كل منتجاتها عضوية وطبيعية. هنا مكتوبة كل المكونات، بقرا لكم اياها مع ان الخط جدا
جدا صغير. من مكونات هذا البلسم زيت اللوز الحلو مشرب بأزهار الورد وزبدة المانجا، زيت الهوبة، فيتامين اي، زيت بذرة الصويا، زيت اللافندر. هذه كلها مكونات عضوية. هو وصلني تقريبا بالشتاء، بس ما قدرت استخدمه بالشتاء لأنه كانت المكونات مع بعض مرة قاسية، فكنت لما اخذ منها تصير حبيبات فما تندمج بسرعة على بشرتي. لكن بما أنه دخل فصل الربيع فشوفوا كيف صار شوي المنتج زيتي، صار مرة سهل بالتوزيع وبالدمج. زي ما قلت لكم بس استخدمه قبل النوم. مهمة هذا البلسم يرطب الوجه، ما تتخيلون قد ايش يرطب بشرتي بشكل مو طبيعي، خلي بشرتي كذا نظرة صحية. مرة مرة عجبني. بحط لكم حسابهم على انستغرام لو حابين تشيكون على منتجاتهم. هذا كريم اليد اللي حاليا استخدمه من ديرما اي، ايج ديفاينج، مكافح لعلامات التقدم بالسن. هو كريم يد مناسب للي بشرة يدهم جافة، وايضا يرطب الكيوكتلز اللي هي هذه. مرة 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 حلو، ترطيبه يجنن. ديرما اي نفسهم رسلوا لي اياه، ورسلوا لي هذا المنتج بعد اللي هو للعين دارك سيركل اي كريم. صار لي تقريبا استخدمه شهر، يعطي النضارة بالفعل تحت العين، بس يعني ما يخفف الهالات السوداء، لكن كترطيب جدا رائع. بعدين استخدم مافالا مقوي الرموش، من المنتجات اللي ما استغنى عنها ابدا، من منتجاتي المفضله اللي من زمان استخدمها، اقطعها فتره وارجع لها. يقوي الرموش ويخلي الرموش سوداء طويله ما تطيح كثير، يعني خاصه انا دائما احط ماسكارا، فلاحظت انه يقوي الرموش. قطره عين جدا مهم اني ارطب عيوني قبل النوم، خاصه ان طول الوقت اكون على جوالاتي او على اللابتوب اشتغل. هنا عندي مرطبات الشفايف، هذا مرطب الشفايف من ديور، استخدمه اذا ابغى تكون شفايفي مورده مره حلو. وهذا المرطب من كارميكس، استخدمه اذا شفايفي كانت مره جافه، لانه عباره عن مرطب علاجي رائع 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 جدا. هنا عندي لترطيب الاظافر، هذا من جيسون بشجره الشاي، وهذا زيت مقوي الاظافر من ام بي ناتشرلز. بالنسبه لي كلهم يؤدون وظيفتهم اللي هم يقوون الاظافر. طريقتي فيهم ان احطهم حول الاظفر واسوي مساج خفيف سريع وبس. عندي هنا مشط من The Body Shop. آخر شيء هنا عندي اللسكات اللي أحطها على الحبول لما تطلع لي عشان تعالج لي الحبة طول الليل. هذه اللسكات تكلمت عنها في فيديو مفضلاتي من موقع اي هيرب. استخدمها اذا طلعت لي الحبه اللي براس ابيض، احط هذه اللسقه على الحبه دايركت، بشرط ان الحبه ما تكون عليها كريم مرطب او سيروم او اي شيء، تكون جافه تماما من بعد غسول البشره. اللصق هذا يعالج الحبه خلال فتره النوم بحيث انه ينشفها. بعد يومين من الاستخدام الحبه تختفي تماما. اذا تبغون تفاصيل اكثر عن هذا المنتج شيكوا على فيديو مفضلاتي من موقع اي هيرب. اوكي، هذا بالنسبة لروتين العناية ببشرتي قبل النوم. بعدين هنا عندي هذه الوردة من صاحبتي نجلة، هذه الوردة السنوية اللي تعيش سنة كاملة، كان لونها موف وصار الحين وردي على بيج باهت، لانه تقريبا صار لها عندي سنة فاحس انها خلاص بدت تموت. هنا في سماعاتي طبعا لازم تكون عندي، هنا بعدين الشاحن جوالاتي، والموية هنا لازم تكون جنبي. الحين خليني اوريكم ايش فيها ادراج. الدرج الاول فيه صح العطر. عموما هذا الدرج ما افتحه كثير، دائما ورا، ولو ابغى القلم الرصاص هو اكثر شيء استخدمه اطلعه كذا. في هنا سماعات للاسف انها خربانه بس لانها هديه فما ابغى ارميها. قلم رصاص، مساحه، ستيكي نوتس، كوستر. بعدين هنا عندي عطر مسك مره مره احبه من السيف، اسمه مخلط مسك خاص. هنا في فيتامين اي اويل، تو طلبته وصلني من اي هيرب، ناوية ان استخدمه في روتين الليلي بس ما بعد ادخله بروتين الليلي. ابغى استخدم الهالات وللاظافر وللبشرة عموما. بعدين هنا عندي اداة المساج من The Body Shop، لما احط بلسم الوجه اللي وريتكم اياه حب اسوي مساج بهذه الاداة مرة بالاسبوع او مرتين، تشد الوجه وتأخر من ظهور التجاعيد. هنا عندي مسحات كحول عشان أنظف فيها الأداة بعد ما أخلص. قرآن ونوت، دفتر أكتب فيه أي شيء أبغاه. هذا كان كل شيء بالدرج الأول. الدرج الثاني في عندي بروتين بارز، أنا بالعادة أفطر عليهم ولا أخذ واحد وأنا طالعة، كلهم من اي هيرب. هذا اللي قلت لكم عنه بسناب شات انه مره لذيذ لذيذ لذيذ، وهذا واحده من البنات في سناب شات قالت لي جربي بيعجبك، وبالفعل عجبني مره. هنا عندي كتب، هذه الكتب اللي حاليا اقراها قبل النوم،
Love and Miss Adventure عبارة عن نصوص إنجليزية شعر فن التخلي مجموعة قصصية لعبد الله الناصر عبارة عن مقالات ممكن أقرأ واحدة أو ثنتين قبل النوم يعني عرفت الكتب البسيطة الخفيفة كتاب تجزؤ لهاجد محمد عبارة عن نصوص عربية هنا في أدويتي أدوية الحساسية والمسكنات لو احتجتهم وبس هذا كان كل شيء وأحب أقول لكم الحين تصبحون على خير صباح الخير أمس طلبت شركة تنظيف ينظفوا لي المكتب فطلبت تنظيف الكنب السجادة وكرسي المكتب أنا تقريبا أثثت مكتبي من سنة ولا نظفتها أبدا يعني مثلا إذا انكب شيء عادي أنظفه بالوقت نفسه لكن ما سويت تنظيف كامل للسجادة أو تنظيف كامل للكنب فمرة انبسطت من هذه الخدمة طبعا أشيائي هنا المخدات الطاولة الحين بكنس وبمسح برجع كل شيء مكانه وبس تدرون إيش مرة خايفة أدوس على السجادة بس أبغى أسوي الكنب يعني يلا بجي من هنا مع انها نشفت السجادة كومبليتلي بس انه عرفتوا لما الشيء يكون نظيف ودكم يبقى للأبد نظيف ودكم تحطون سبراي فوق كل شيء عشان يبقى نظيف زي ما هو أسوي الحين وصفة شوكولات صحية مرة لذيذة وبجد تغنيكم عن أي شوكولات تاخذونه من السوبر ماركت من أي مكان المهم إنه بيكون وصفة شوكولات خاصة فيكم عرفتوا فايش اللي نحتاجه نحتاج شوكولات خام يا يكون دارك على حسب ما أنتوا تحبونه دارك شوكولات أو هذا اللي هو سيمي سويت شوكولات هذا أنا أخذته من أي هيرب فيه بدائل كثير نقدر نجيب أي شيء أو أي نوع إحنا نحبه من السوبر ماركت فهذا أول شيء أول مكون رئيسي أول شيء راح ندوب الشوكولات راح استخدم كل هذه الكيسة بعدين راح نحطها بصينية اللي هي زي هذه الصينية بحط عليه ورق زبدة وبعدين بنحط الإضافات اللي احنا نحبها فأنا راح أحط لوز مبشور حبوب القرع اللي هو pumpkin seeds مرة أحبها فستق مبشور جوز هذا كبير فأنا راح أكسره بعدين راح أضيف رقائق جوز الهند بس هذول كلهم راح احمسهم عشان شوي كذا يطلع لهم طعم التحميص احب طعم التحميص وبس الحين بتشوفون كيف الطريقه مره مره سهله وما تاخذ وقت ولذيذه يلا نبدا الحين بنحطه بالفريزر لمن يجمد ما عندي وقت معين بس لما نشوف انه جمد ولصق بالورق نطلعه من الفريزر وراح نكسره ما راح يتقصص يعني مرتب بيكون شكله مره حلو اوكي طلعتها من الفريزر انا حطيت الاضافات اللي انا احبها يعني اللوز الفستق الجوز حبوب القرع رقائق جوز الهند هذه كلها انا احبها ممكن تضيفون انتم زبيب فراوله فواكه مجففه اي نوع من انواع المكسرات الفواكه ممكن حتى نضيف سي سولت او ملح البحر عشان كذا يعطي نكهه المالح والحلو طبعا الحين بكسره يوم طعم المكسرات المحمصة مرة واضحة الحين هذا كله
بحطه بهذه العلبة وأخليه بالثلاجة، وكل ما أبغى أخذ منه أخذ من الثلاجة. طبعا مرة يوم مع القهوة لأنه سيمي سويت وقهوتي مرة فيكون بيرفكتو. جربي. يوم صح؟ حمصت المكسرات ونسيل. نديها نديها، تعالي ذوقي. شكله جميل ما شاء الله، كل مرة هذا الشكل اللي يبيعونه. إيه صح؟ يشبه اللي يبيعونه، كسرته بس. جنم. صحي كلها أضغط. أيوة. تعالي ذوقي ذوقي. الشوكولات حلوة. الشوكولات حلو، هذا اللي من آي هيرب. ما كثرت المكسرات. ما كثرت بس شوفي كيف طاح بكل مكان.